عندنا جانب الدولة تقصير من الدولة. شنو؟ الجانب الخدمي للشباب، هذا عاطل عن العمل، راح يظل وين قاعد؟ قاعد بالبيت يتصفح يكلب بالنت، ما عنده غير شغلة، يروح المسائل تعبانة ويظل يتصفح، يظل هسه عندنا ما شاء الله لو هسه طبعا على السوشيال ميديا كلش امور كلش تعبانه، وما ادري شنو الغايه من عندها، تدمير الشباب. هذا احنا العراق هذا بالحضارات تجي يمثلنا ناس تافهين بالتواصل الاجتماعي، مع اخلاق تعبانه، ناس تعبانه مع كل الاسف. يرادلها هذه، يرادلها حمله من وزاره الداخليه، ناشد وزير داخلية عبد الأمير الشمري، اللي هاي ملاحظة جيدة، هذا انحراف الشباب إلى 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 منحدر، يعني تسقيط الشباب، يعني تدميرهم بالتواصل الاجتماعي، ما يستخدموا استخدام صحيح. اليوم الأسرة يعني عليها واجبات مهمة. نعم، أساس هو مو بس الدولة، الأساس يبدي من رب الأسرة. زين. يبدي من رب الأسرة ويبدي من البيت، تربية الإنسان مثل اللي على قولته هنا، الإنسان يحمل أخلاق بيته وين ما يروح، فما يقدر ما يقدر يغيرها، ما يقدر. الأساس قوي يبقى قوي إن شاء الله بحق محمد وادي. حياك الله، شكرا لك ولوعيك. مناشدة صغيرة ملاحظة، الله يخليك. بالنسبة للمولدات صارت الحملات وجدت الحملات، وهسه مولدات دا احكي على جانب الحرية والدولعي. مولدات اخذت 11 على التسعيره الرسميه، وكم مولدات يقول لك لا 15، روح طق راسك بالحائط، هيك احكي لك اياها صار. اي، ويقول لي اسحب خطك وين ما كان، وخاصه يستغلها يمكن اذا جوحر. ها، اذا جوحر يستغل، هو على جوحر شلون هم يستغلها. ومو بس مو لي، امانه الله اكو ناس تعبانه، ثق بالله. هو الامور الساحب امبيرين، هذا شنو وضعيته؟ امبيرين شنو يشغل بيها؟ خطين امبيرين، مش يشغل بيها مبرده، يشغل هاي الكونفيره، ناس تعبانين وجرام ما صاير. الناشد وزير الكهرباء، هلا هلا، وان شاء الله خلي عينك على القطاع الخاص، دول كفر يكمشون مولدات ومسلطين على المواطنين. تمام. والله العلي العظيم. شكرا جزيلا حبيب قلبي. الله يوفق.